أهلا بكم بالساعة الثانية من لم الشمل. لليوم الثاني على التوالي مدينة حلب تعلن إضرابا شبه كاملا احتجاجا على عمليات الابتزاز والتشليح ونقاط التفتيش التي تقوم بها الحواجز الأمنية بعد الدعوات المتكررة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها صفحة ثورة جياع حلب وبتأييد من التجار وأصحاب المحال بسبب انتشار القوى الأمنية بالأسواق وقرار الإغلاق الأخير. التعبير بالإضراب واجه تحرك أمني للنظام السوري في نشر المراقبين التموينيين لكتابة المخالفات الغيابية بحق المحال المغلقة، ونشر أعداد كبيرة من عناصر الأمن تخوفا من خروج سكان حلب لمظاهرات بعد غد يوم الجمعة تطالب بإنهاء قرار الإغلاق وإزالة الحواجز وتوقف اعتداءات العناصر الأمنية والميليشيات على أرزاق الناس وممتلكاتهم. الزمان 12 من آب عام 2021، الحدث دعوات للتظاهر ضد نظام الأسد من قلب سوريا تحت شعار جمعة النظام يجوع شعبه. في تسلسل الأحداث تقول مصادر محلية إن مدينة حلب تشهد إضرابا شبه عام بدأ يوم الثلاثاء احتجاجا على ممارسات الأجهزة الأمنية والجمارك بحق تجار المدينة وأصحاب المحلات عبر فرض الإتاوات عليهم وما سموه زيادة التشليح ومصادرة البضائع عند الحواجز ومدخل المدينة وما تبعها من قرار يلزم المحال التجارية نفسها بالإغلاق مبكرا، يضاف إلى الأزمات المعيشية المتفاقمة والتي أوصلت الأمور إلى حد الانفجار. ثورة الجياع بحسب ما أطلقت عليها الصفحة الرقمية التي تحمل الاسم نفسه هي تعبير عن رفض السوريين لما يقوم به النظام من تجويع وتفقير ممنهج بحقهم، وستتوج يوم الجمعة بمظاهرة سلمية تحت شعارات معيشية أسوة بتلك التي رفعتها محافظة السويداء العام الفائت بحسب ما تناشد الصفحة. ناشطون كانوا قد تحدثوا عن خروج مظاهرة في ساحة سعد الله الجابري في حلب واعتقال 5 مدنيين من دون انتشار صور أو فيديوهات عنها، في حين أفادت شهادات أخرى عن انتشار مكثف لعناصر الأمن خشية من انطلاق أي احتجاجات يوم الجمعة، فضلا عن تهديدهم للمحال المضربة بالغرامات والزنازين، لتبقى حلب على صفيح ساخن تراقب ما سيأتي به النظام في مواجهة الأحداث الحاصلة. مشاهد تعود بذاكرة السوريين إلى زمن الصرخات الأولى، فها هي درعا وحلب والسويداء ترفع أصواتها أمام نظام الأسد وتثبت من جديد أنها كباقي المدن السورية لم تندم يوما على الكرامة. ينضم إلينا الصحفي ياسر هارون من حلب. أهلا بك ياسر. ياسر عم تسمعنا؟ ليس جاهزا ربما ياسر. ربما سنعود الاتصال بياسر. ننتقل إلى مادة ونعود إلى ياسر ليضعنا في صورة ماذا يحدث في حلب. أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام رفع أسعار مادتي السكر والرز اللي تصل إلى 1000 ليرة سورية لكل كيلو من هاتين المادتين. صحيح أيام، هي ليست الزيادة الأولى في أسعار المواد المدعومة، حيث كانت المؤسسة السورية للتجارة قد ضاعفت سعر السكر أواخر عام 2020 الماضي، فضلا عن شكاوى المواطنين المتكررة حول تأخر وصول مخصصاتهم وفوضى توزيعها عبر البطاقة الذكية. ما هي حجج النظام في هذه الزيادة، وهل ستنضم مادة السكر والرز إلى قائمة الكماليات لدى السوريين؟ سوف نتابع التقرير بعد قليل، ولكن نريد أن نعرف إذا ياسر كان معنا. ياسر تسمعني الآن؟ نعم سيدتي أسمعك جيدا. قبل أن نذهب إلى هذه المادة ياسر، دعنا في آخر تطورات اليوم لديك في مدينة حلب. بداية مساء الخير لك سيدتي ومساء مشاهدين قناة سوريا. في مدينة حلب بشكل خاص وفي سوريا بشكل عام بدأ الجوع يضرب أطنابه في كل زاوية من زوايا سوريا بعد القرارات
التي أصدرها النظام السوري من خلال رفع أسعار المواد الأساسية وتراجع قيمة العملة مقابل سعر صرف الدولار، إضافة إلى فقدان المواد الأساسية من حاجة كل منزل، فقدانها من الأسواق السورية بشكل كبير ووجودها في الأسواق السوداء. بعد كل هذا ينتقل المواطنون في سوريا إلى معاناة البطاقة الزكية في الوقوف على طوابير المازوت والبنزين والغاز والخبز إلى ما شابه. إذا الجوع يضرب بشكل كبير في سوريا كافة، في المناطق التي يسيطر عليها النظام، وخاصة بعد رفع سعر مادة الخبز التي تعتبر مادة أساسية. ياسر، هناك يعني نتيجة كل ما ذكرت، هناك دعوات على الفيسبوك للتظاهر تحت اسم جياع أو ثورة جياع حلب، ماذا تعرف عن الموضوع؟ نعم زميلي، هناك دعوات شعبية بشكل كبير حول قيام مظاهرات يوم الجمعة القادم باسم ثورة الجياع، يقوم بها بعض الناشطون في المناطق الشرقية من مدينة حلب بالتحديد. هذا الأمر سبقه منذ حوالي شهر تقريبا خروج مظاهرة في منطقة الصالحين بحلب بسبب ارتفاع أسعار الأمبيرات، فبعد ذهاب المواطنين لدفع الأمبير، يعني بحلب الشرقية تقصد هذه الدعوات. طيب المحال التجارية التي تغلق اليوم أين هي بالتحديد؟ هل هي في الأسواق الرئيسية العزيزية التلال؟ لو تحدثنا تفاصيل. بالنسبة للقرار الذي أصدره يوم أمس بإغلاق المحال التجارية عند الساعة 8 مساء، فهو يشمل كافة أرجاء مدينة حلب وبكل المناطق التجارية والسكنية حتى. طيب شو سبب هالقرار، يعني اللي أدى لهذا الموضوع، شو السبب الأساسي؟ يعني هناك كما قال أحد التجار السوريين في المدينة إن إلزام المحال التجارية بالإغلاق مساء هو الذي فجر هذا أو هذه الأزمة أو هذا الموضوع. صديقي، بموضوع القرار الذي صدر يوم قبل أمس، هذا تطبيقه يوم أمس، الموضوع ليس موضوع إغلاق عند الساعة 8، الموضوع هو أن الأفراد لا يجدون لقمة عيشهم، لا يستطيعون تأمين متطلبات حياتهم الأساسية، وخاصة أن كل شيء مفقود. يعني اليوم حتى على أبسط الأمور، على مستوى الدخان فهو مفقود من أسواق مدينة حلب بشكل كامل، والدخان الموجود هو الدخان الوطني فقط، صنع معامل التبغ السورية. فهذا كله أوصل إلى هذا الأمر. صحيح ياسر، ابقى معنا. كنت أحدثك عن منطقة الصالحين. فعندما ذهب الأفراد المواطنون لدفع الأمبير فوجدوه ب10,000 ليرة سورية الأمبير الواحد. قاموا بتكسير المولدة وضرب صاحب المولدة وهو تابع للواء القدس وهو مشبيحة النظام. بعدها تدخلت قوات الأمن والمخابرات الجوية بحلب واعتقلت ما يقارب 90 شاب على مدار يومين وأخذهم إلى فرع المخابرات الجوية. 90 شاب؟ نعم، يوم الحادثة بذاتها تم اعتقال ما يقارب 60 شاب أهل منطقة الصالحين، تم توقيعهم إلى قسم شرطة الصالحين. بعدها تدخلت القوات المخابرات الجوية بأخذهم إلى فرع المخابرات الجوية، وفي اليوم الثاني ليلا تم مداهمة المنطقة من جديد واعتقال ما يقارب 30 شابا عند الساعة 2 أو 3 ليلا. هذا الكلام كان قبل عيد الأضحى المبارك بحوالي 3 أو 4 أيام. نعم ياسر، ابقى معنا. كنا نتحدث قبل قليل عن المادة الأساسية وزيادة اليوم أسعار مادة السكر والرز، يعني اللي كانوا هن أصلا مثل ما ذكر ياسر، يعني ارتفاع هذه المواد الأساسية هو الذي فجر هذه. نشوف التقرير ونرجع. إذا بدنا نعمل مقارنة، الحقيقة نكون موضوعيين، من حوالي شهرين حتى الآن هناك انخفاض.
طبعا السعر ارتفع كثيرا، ولكن انخفضت الأسعار إلى تقريبا بحدود 40%. إنما الأعمال بالنيات، وفي فقه حكومة النظام أن تنوي عدم رفع الأسعار يعني أن تفعلها. أما عن آخر ما استهدف من قوت السوريين فكان مادتي السكر والأرز من قبل وزارة أطلقت على نفسها حامية للمستهلك. المفروض أنتم تطالبوا بحقكم لأنه إجا هذا المرسوم مشان يحميكم. التمهيد ثم التنفيذ. بداية القصة أن صحيفة الوطن نشرت في 24 من الشهر الجاري تقريراً جاء في ثناياه رغبة الفريق الاقتصادي الحكومي بزيادة أسعار السلع المدعومة للمواطنين، مستخدمة أي الصحيفة الموالية بعناية شديدة مصطلح التعديل الطفيف للأسعار، متحدثة عن الصعوبات التي تعانيها الحكومة في تأمين المخصصات لمستحقيها وعن خطورة العجز في تمويلها بسبب ارتفاع تكاليف تأمينها وزيادة أجور الشحن والتغليف الذي بدأ يهدد إمكانية استمرارها، متذرعة هذه المرة بالأزمة الغذائية التي حذرت منها المنظمات العالمية وما نتج عنها من زيادة الطلب على شراء هذه المواد، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا على الأسواق الاقتصادية في العالم. انتظرت يوماً، يومين، ثلاثة، ثم رسمياً أعلنت وزارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفع أسعار مادتي السكر والرز، إذ ستبدأ ببيعها ابتداء من الشهر المقبل بسعر 1000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بعد أن كانت مادة السكر تباع ب800 ليرة والرز ب900 ليرة، ليترافق رفع الأسعار هذا مع شكاوى المواطنين الدائمة حول تأخر تسلم مستحقاتهم عبر البطاقة الذكية وعدم وصول الرسائل المنتظرة لعدة أشهر. دمشق تغرق في العتمة، ضرائب جديدة على العقارات ورفع في أسعار المواد المدعومة هي أولى قرارات الفترة الرئاسية الجديدة بين مزدوجين التي أطلق عليها رأس النظام الأمل بالعمل، وإذ به ينسف كل الوعود ويعود إلى وجهه الحقيقي، زعيم مافيا يقود عصابة كما وصفته صحيفة بريطانية شهيرة اسمها الجارديان. ياسر، يعني بالإضافة لما ذكرت قلة المواد الأساسية وغلاءها، برأيك يعني إغلاق المحال مساء وسحب القوى الأمنية اللي هو أساساً اللي كان الفتيل اللي أشعل هذا الموضوع، هل يمكن الرجوع عن هذا القرار اللي هو قرار إغلاق المحال وسحب القوات الأمنية وعدم تعرض عناصر الحواجز الأمنية لسيارات رجال الأعمال؟ كانت هذه الأسباب الأساسية اللي ذكرت؟ صراحة زميلي يعني إلى حد الآن لم تظهر الأسباب الواضحة لقرار الإغلاق، فمنهم من يدعي أنه في سبيل تقنين مادة الكهرباء، ومنهم من يدعي خوفا من قيام مظاهرات سيدية، وخاصة أنه صدر قرار قبل أيام بانسحاب قوات الفرقة الرابعة من مدينة حلب باتجاه درعا. هذا الأمر الذي دعنا أن نقول رفع بعض الشيء القبضة الأمنية عن مدينة حلب. يعني ممكن برأيك يتم الرجوع عن هذا القرار اللي هو وتر سكان حلب إلى هذه الدرجة؟ أكيد من المتوقع، لأن القرار الأمس يعني أوقف عمل الكثير من الأشخاص، خاصة الموظفون الذين يعملون بدوام مسائي بعد دوامهم الصباحي لتأمين قوتهم ولقمة عيشهم. فمعظم المحلات في يوم البارحة أغلقت عند الساعة 8 وصرفت مع الموظفين لديها بحجة أنه لم يبقى لديهم عمل. طيب. يعني ليس من المنطقة أن يداوم الشخص من الساعة 5 مساء إلى 8 مساء. طيب. نعم ياسر، ابقى معنا، سوف أنتقل إلى الأستاذ عقيل حسن وهو صحفي من إسطنبول معنا الآن. مرحبا بك أستاذ عقيل. مرحبا بكم. يعني أهلا بك. كنا قد بدأنا الحديث عن الاحتقان الذي يحصل اليوم عند التجار في مدينة حلب، وما هي فلسفة النظام اليوم في احتضان ما يحصل؟ هل سوف يبقى يقابل الموضوع بالعنف أم أنه ممكن اليوم أن يرضخ؟ في الحقيقة لا يمكن القول أنه لدينا خيارين محتملين يمكن أن يلجأ إليهما النظام للتعامل مع هذا التطور، لكن
من الناحية النظرية النظام يمكن أن يلجأ إلى العديد من الخيارات، من جملتها العنف، من جملتها الاستيعاب، من جملتها الاحتواء، ومن جملتها توفير بعض المواد الأساسية لحلب، أكثر رفع زيادة نسبة مخصصات حلب من المواد التي تدفع الشعب عادة إلى الاحتجاج بشكل أو بآخر، سواء من خلال الإضراب الجزئي، سواء من خلال مظاهرات كما حصل في مناطق في الساحل وريف حماة. النظام في موقف حرج بكل الأحوال، يعرف تماما ويعلم ويرى ويستمع أن الاحتقان الشعبي يتزايد يعني بشكل أفقي وبشكل عمودي، سواء على يعني تتسع مساحته من حلب إلى درعا إلى حماة إلى الساحل، وبشكل عمودي يعني يشمل مختلف طبقات الشعب. اليوم ليس لدينا طبقة مرتاحة من الشعب. نعم أستاذ عقيل، يعني بعض النشطاء ربطوا بين تردي الحالة الاقتصادية بحلب وبين حصار درعا، برأيك هل هناك رابط بينهما؟ لا أعتقد أن هناك رابط بين الحالتين. أسباب ودوافع كل حدث وكل تطور مختلفة عن الآخر. في درعا لدينا حالة معينة، في حلب لدينا تطور دافعه الأساسي اقتصادي، دافعه الأساسي خدمي، دافعه الأساسي معيشي. نعم، وبالتالي أنا أعتقد أن حلب تشبه في حالها حال بقية المحافظات الداخلية والساحلية، وأتوقع أن ما حدث في حلب سترتفع وتيرته، ستتوسع مساحته ليشمل محافظات أخرى بكل تأكيد. يعني أيضا الكثير من المحللين الاقتصاديين قالوا أن اليوم حلب لها وضع خاص، حلب هي العاصمة الاقتصادية، لها ثقل اقتصادي، هل سوف يستطيع النظام أن يبقى بهذه الطريقة يتعامل مع تجارها، مع رجال أعمالها؟ شوفي، كانت حلب هي الثقل الاقتصادي الأول بالنسبة لسوريا، كانت حلب هي العاصمة الاقتصادية بالفعل لسوريا، لكنها مع يعني خلال السنوات الـ15 الماضي، يعني قبل انطلاق الثورة بخمس سنوات على الأقل، لم تعد كذلك تماما، حافظت وتشبثت بموقعها وبسمعتها. لكن كل ما فعله النظام على مدار عقدين أو عقد ونصف على الأقل كان يهدف إلى إزاحة حلب عن موقعها هذا لصالح يعني خلق مناطق جديدة يمكن أن يعتبرها مراكز اقتصادية جديدة، كما فعل في المدينة الصناعية بحمص حتيا، كما فعل في مناطق أخرى، لم ينجح تماما. حلب لا زالت تمثل الثقل الرئيسي اقتصاديا لكنها لم تعد كذلك، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن النظام سوف يتعامل بشكل وبطريقة خاصة مع حلب، يمكن أن يمنحها امتيازات خاصة لكي تحافظ على ما هو أي أصلا ليس مهتم بأن تحتفظ حلب بموقعها هذا. نعم، أعود إليك ياسر، يعني لنتحدث قليلا عن حركة الأسواق قبل هذا الإغلاق، هل كان هناك حركة فعلا؟ يعني التجار يطالبون بعدم المساس بإغلاق محالهم مساء، كيف كانت الحركة التجارية، حركة البيع والشراء؟ نعم زميلي، التجار يعملون على مبدأ الرمد أفضل من العمى. في ظل تراجع الحركة الشرائية في مدينة حلب في الفترة الأخيرة نظرا لضعف ضعف الموارد، فإن التجار رغم ضعف هذه الحركة يطالبون بإعادة فتح محلاتهم، فأفضل من لا شيء. فيعني ممكن أن خلال الساعة أو الساعتين المتبقيتين الذي تم الإغلاق فيهم أن يبيع ولو قطعة واحدة من محله التجاري، فهذا يعتبر إنجاز بحقه، لأن القوى الشرائية في مدينة حلب وعلى كافة الأقمدة الغذائية والألبسة وإلى آخره والكماليات والأساسيات ضعيفة جدا ومتراجعة. وهي ليست المرة الأولى، يعني لطالما تجار حلب عانوا من قرارات النظام، حملات المداهمة، سواء بسبب وجود بضائع غير سورية، تركية على سبيل المثال كان هناك مشكلة، والآن أيضا لأسباب أخرى، يعني يقول لهم أغلقوا لتوفير الكهرباء، وفي حال أحد منهم لم يغلق يفرض إغلاق الساعة 8.
هناك أمر مهم يجب التنويه إليه أيضا، أن في الآونة الأخيرة تم اعتقال 5 من رجال الأعمال في مدينة حلب، صراحة هم من أذرع النظام وبشكل قوي، منهم المدعو أحمد العبد الله صاحب شركة سلس أو وكيل شركة سلس في حلب. هذا الشخص قدم للنظام خدمات كثيرة في الآونة الأخيرة وفي سنوات الثورة السورية. ليش اعتقلوا ياسر؟ شو سبب اعتقال؟ صراحة ما حدث في هذا الأمر، تم دخول دوريات مشتركة من صحة وتموين ومالية وإضافة إلى مخالفات عادية يعني. لم أتوقع أنها مخالفات عادية، لأنهم دخلوا داهم المحلات، 5 محلات الذي أحدثك عنهم، دخلوا طلبوا منه بكل شفافية وقالوا له تفضل معنا، وضعوه بالسيارة وبالسيارة ذاتها. هل يمكن السبب مثلا أن هؤلاء التجار توقفوا عن دعم الشبيحة مثلا وأجهزة الأمن؟ هو سبب متوقع، وهناك إشاعات أخرى في هذا الأمر أن النظام حاليا يفاوض هؤلاء 5 رجال أعمال على أخذ نسبة من ممتلكاتهم، بنسبة 30% من ممتلكاتهم. يعني يحاول الاستفادة هو اليوم من هؤلاء التجار. وهذا الغريب أريد أن أسأل عنه الأستاذ عقيل، يعني اليوم هو التجار دائما يحاولون، يعني بدون سلتهم بلا عنب كما يقال، يحاولون التماشي مع الوضع لتستمر تجارتهم. اليوم ما الذي يحصل ليعيق عمل التجار إلى هذا الحد؟ نتحدث اليوم عن حراك شعبي، غدا في دعوة لمظاهرات بسعد سعد الله الجابري، وهذا ما كان يخشاه النظام دائما. هل اليوم نحن نتحدث عن سيناريو مكرر لعام 2011؟ لا يمكن القول أننا أمام سيناريو يكرر ما حدث عام 2011، وكنا نتمنى ذلك بالفعل، لكن نحن لا نتوقع ذلك في القريب العاجل. هذا يتطلب يعني تطور تدريجي منطقي، يعني نحن يمكن أن نكون أمام إضراب جزئي أمام حركة احتجاجية محدودة، بالتأكيد سوف تتصاعد بمرور الوقت، لأن النظام كما هو متوقع وكما قلنا خياراته كلها تقول إنها تبدو أنها صدامية، لن يستطيع توفير أي شيء يمكن أن يقلل من خطورة مثل هذه الاحتجاجات، لن يكون بإمكانه تلبيت أي من مطالب المحتجين، هو لا يمتلك أي يعني سبب الصدام. هل لأنه اليوم يثق بنفسه أكثر من السابق، هو اليوم المسيطر الأكبر على الأرض؟ ألا يوجد رمزية ليوم الجمعة والدعوة للتظاهرات بالنسبة إليه؟ نعم، هو سيكون أكثر ثقة بنفسه، سيرى أنه إذا استطاع أن يسيطر سواء بمساعدة الخارج أو بعدم مساعدة، هم بالنتيجة هو سيطر على حركة احتجاجية أوسع وعلى ثورة شعبية أكبر، تمكن من تحقيق نصر بين عدة أقوات عليها، فلماذا لا يكرر آلية العنف نفسها مع أي احتجاج جديد؟ هو أكثر من ذلك، هو يعني يتوقع تعنيف بالأيام القادمة. نعم، هو بالأصل يثق أنه لن تكون هناك حركة احتجاجية، وبالتالي يعني نحن نستغرب كيف الناس في قمة الاحتقان والنظام يتصرف بهذه الطريقة العنجهية، يتصرف بعدم مبالاة، يتصرف بأنني لن أفعل أي شيء، يعني فعلا هذا موقف. لكن هذا النظام بنيته الأساسية تقوم على هذا، تقوم على العنف، تقوم على الصرامة، تقوم على الاستبداد، وبالتالي هو غير مستعد لتلبية أي شيء عندما كان في حال جيدة، فهل سيكون مستعدا لمناقشة المتطلبات وهو بهذه الحال البائسة اقتصاديا؟ طب ألا تعتقد أستاذ عقيل أن النظام سوف يخشى اليوم أن تشجع هذه الحركة في حلب باقي المحافظات السورية، علما أن السويداء قبل فترة كانت مشتعلة والآن درعة؟ بالتأكيد هو يخشى، ولذلك عندما انتفض البعض في السويداء شعر بالخطورة الشديدة وتصرف على هذا الأساس بشكل مباشر، الآن هو سوف يشعر بذلك بحلب بطبيعة الحال، وسوف يخشى جدا من أن تطال شرارة هذه الحركة الاحتجاجية في حلب لتصل المحافظات الأخرى المحتقنة، الجميع أنت ونحن
نعلم كلنا أن الشعب كله يعني ينتظر فقط من يشعلها سواء في حلب أو في الساحل. في يعني هناك من يقول أنه سابقا كان هناك ما يخسره الجميع، اليوم لا يوجد شيء لنخسره، الجميع اليوم بحالة مزرية وهذا ما يراهن عليه. بالضبط، يعني نحن إذا أخذنا بالاعتبار إحصائيات الانتحار فقط في مناطق سيطرة النظام معدلات عالية يعني جدا، وكلها يعني دافعها الأساسي وأسبابها الأساسية اقتصادي، وبالتالي ممكن أن تبلغ الأمور بهذا الشخص الذي قرر الانتحار بشكل صامت. لماذا أنتحر بشكل صامت؟ علي أن أخرج لكي يسمع على الأقل العالم صوتي وأنا أنتحر بمواجهة هذا النظام. لا شك الخوف شديد، الخوف كبير، الناس تخشى هذا النظام بكل واقعية، لكن في النهاية لا يمكن لهذا النظام أن يستمر وفق آلية عمله ونظام آليات نظامه هذه طبعا. نعم، ختاما معك ياسر، يعني كما يقال هناك محاولات لتفقير المواطنين في حلب وتحويل يعني إلى مدينة متسولين، آسف على هذه الكلمة، ولكن هذا ما ورد في التقرير. هل هناك تفاوت فعلا حاليا بين الطبقات السكانية؟ هل هناك أناس ما زالوا مثلا يملكون أموال ويصرفون مقابل فئة كثيرة تعاني من الفقر الشديد؟ نعم زميلي، المصطلح الذي أطلقته أن أصبحت حلب مدينة المستويين هذا كلام صحيح 100%. سابقا كان هناك ثلاث فئات مجتمعية، الفئة الغنية والفئة الفقيرة والفئة المتوسطة الدخل، وهي مستقرة بعض الشيء. اليوم أصبح في مدينة حلب بشكل خاص طبقتين فقط، إما غني جدا أو فقير جدا، إما شخص يأتي إليه الملايين يوميا ويصرف مقابلها الملايين على ملذاته الشخصية وعلى تشبيحه وعلى دعم المجموعات الشبيحة، أو هناك فقير جدا لا يستطيع تأمين قوت يومه، حتى لا يستطيع تأمين خبزه. نعم بالفعل أعداد المستولين كثرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الفقر والجوع. هذا الشيء كمان ترافق مع كثرة معدل نسبة الجريمة في مدينة حلب. يعني نتمنى فعلا أنه تنحل هذه المشاكل في مدينة حلب وترجع عاصمة الاقتصاد السوري. بدنا نتشكركم ضيوفنا الصحفي ياسر هارون كنت معنا من حلب، وأيضا الصحفي عقيل حسين كنت معنا من اسطنبول. شكرا لكما. فاصل قصير ونكون مع ملف الرياضة.